إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنفتتح بحول الله جل وعلا بتوفيقه وتيسيره وتسديده وترشيده سورة الرحمن. هذه السورة العظيمة كأخواتها من كتاب الله جل وعلا، سورة الرحمن، بتميزها في موضوعها وقضاياها وفي تسميتها بهذا الاسم العلم الذي هو من أسماء الله الحسنى، بل هو جامع الأسماء الحسنى، الرحمن سبحانه جل وعلا. فأسندت السورة إلى هذا الاسم بالإضافة تعريفا، سورة الرحمن. وكانت الكلمة الأولى فيها هي اسم الله جل وعلا، الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وسنبقى بحول الله جل وعلا مع هذا اللفظ الذي هو اسم الله جل وعلا، الرحمن، لنعلم عظمة هذه السورة أولا من تسميتها العالمية، أي أن اسم الرحمن الذي هو علم على الذات الإلهية بما هو اسم من أسماء الله الحسنى، بل هو من أعظم أسماء الله الحسنى كما سنبين بعد اسم الجلال الله جل علاه. صار بعد ذلك هذا الاسم اسما للصورة أيضا، سورة الرحمن، فهو علم عليها، لكن طبعا على سبيل الإضافة إلى الله جل وعلا، أي أن هذه السورة التي أنزلها الرحمن، وبما أنه قد ذكر فيها الله جل وعلا بما هو سبحانه الرحمن، سميت سورة الرحمن. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء الحسنى لها من الأسرار وفيها من الأنوار الشيء العظيم، من لو تدبره الناس وسلكوا عبر مسالكه، أي مسالك تلك المعاني وتلك الأنوار التي تتضمنها أسماء الله الحسنى، لوصلوا إلى خير عظيم من معرفة الله وعبادته خوفا ورجاء، رغبا ورهبا، ومحبة. وهذا الاسم الذي هو الرحمن جل وعلا، قلت قبل قليل، جامع لكل الأسماء الحسنى أيضا كما هو لفظ الله جل وعلا، ذلك أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اسم من أسماء الله الحسنى في سياق الترادف لاسم الله الأعظم الله جل وعلا غير هذا الاسم العظيم الرحمن. أي أنك حينما تجد في كتاب الله في أي سياق، بدءا بالفاتحة انتهاءا بالناس، أي اسم من أسماء الله الحسنى، الرحيم مثلا، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، كل الأسماء الحسنى، فتجدها متعلقة بما تتضمنه من صفة فقط، أي أن اسم الله جل وعلا السميع هو اسم من أسمائه الحسنى، علم عليه جل وعلا، ولكنه متعلق بصفة السمع، فهو يصف الله جل وعلا بكمال السمع المطلق الذي لا يدانيه أحد فيه من خلقه، فكمال السمع وارد في اسم الله السميع
وكذلك في البصير والعليم والخبير، كل الأسماء الحسنى وبدون استثناء تتضمن صفات لله جل وعلا، وهذه الصفات تتعلق بكماله سبحانه وتعالى في ذلك المعنى جل وعلا. ولذلك لا ينوب أحدها أو لا ينوب بعضها عن بعض، لا ينوب بعضها عن بعض، أي لا يمكن أن تعبر باسم الله السميع عن صفة البصر في حقه سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تصف الله جل وعلا بمطلق البصر والإبصار جل وعلا وتقول السميع، لا، لابد أن تقول البصير. فلا ينوب بعضها عن بعض في أداء الصفات المتعلقة بذاته جل وعلا. أو تريد أن تقول بأنه سبحانه وتعالى يعني عليم فتعبر بالخبرة فتقول خبير، الخبرة شيء والعلم شيء آخر، هذا واضح. لكن إذا قلت الله جل وعلا فقد جمعت كل الأسماء الحسنى وكل الصفات العلى، الله جل جلاله جل علاه، فهو الاسم الأعظم على الترجيح عند كثير من المحققين، لأنه الاسم العلم المحيط بكل الأسماء والصفات. فليس هنالك اسم من أسماء الله الحسنى يداني هذا اللفظ الله جل وعلا، أقول إلا اسم الله الرحمن، رغم أنه يتعلق بالرحمن، نعم، لكن بمعنى أعمق مما يتصوره كثير من الناس. فأولا في كتاب الله ورد هذا اللفظ مرادفا للفظ الجلال الله جل وعلا في كثير كثير جدا في سياقة شتى، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى محفوظ لدى كثير من الناس الرحمن على العرش استوى سبحانه جل وعلا. فواضح أن اللفظ هنا الرحمن يدل على الذات الإلهية، كأنه قال الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، لأن الذي استوى على العرش إنما هو الله جل وعلا، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على قعيد على عقيدة السلف الصالح لا شك في هذا. لكن حينما قلنا الرحمن فنعني الله جل وعلا بكل ما له من صفات وأسماء، أي أنه لم يستوي برحمته فقط أو بسمعه فقط أو ببصره، لا، بذاته سبحانه وتعالى الله جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه بلا تعطيل ولا تأويل ولا أي تحريف للعقيدة السليمة كما ورثت عن رسول الله وصحبه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، إلى أن وصلتنا عبر أئمة مذاهبنا الأعلام الكبار كمالك الله ورضي عنه وغيره. الرحمن فاسأل به خبيرا، كثير من هذا السياق في كتاب الله مما يرد لفظ الرحمن مقصودا لذاته دالا عن الذات الإلهية وعباد الرحمن، ولا تجد في ذلك هذا المعنى في مثلا عباد السميع أو عباد البصير أو يعني في لفظ مفرد يعني يعبر عن مطلق الذات الإلهية بكونه سبحانه الوهاب هكذا فقط أو الرزاق هكذا فقط، لا، الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها ترد في القرآن في سياق الوصفي، في سياق الوصف تصف الله جل وعلا وهي أسماء حسنى، بينما الرحمن يرد في سياق أشمل من ذلك، ليس في سياق الوصف فحسب بل في سياق التعبير عن الذات الإلهية. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني ما وعد الله جل وعلا. كثير جدا في كتاب الله لو استقريته يعني من بداية تجد أن لفظ الرحمن يجي عبر على المعنى ديال الله سبحانه. وفي الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، مع أن عبد السميع وعبد البصير وعبد الرحيم كلها أسماء جيدة وحسنة للناس بما عبدوا أنفسهم وأبناءهم لله جل وعلا بهذه الأسماء الثابتة الصحيحة
في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر اسمين فقط، مما يدل على تكافؤهما في الدلالة، يعني أن المعنى ديالهم واحد، على تكافؤهما في الدلالة، عبد الله وعبد الرحمن، أي الله والرحمن سبحانه، هو واحد جل وعلا. وقد يتساءل متسائل ولما كان هذا اللفظ بما هو لفظ، كما يقول البلاغيون مستغرق لصفة الرحمة على سبيل يعني المبالغة والاستغراق، يعني أنه صفة في نهاية المطاف، الرحمن صفة فعلا تدل على الامتلاء، تدل على الامتلاء كفيضان وغضبان، أي امتلأ غضبا إنسان. لما صفة الرحمة بالذات؟ لأنها الصفة الأشمل والأكثر إحاطة من كل الصفات جميعا في ذاته سبحانه وتعالى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فخلق الخلق برحمته، ورزق العباد برحمته، وهدى الناس برحمته، وأدخل الجنة من أدخله الجنة برحمته، وعذب أيضا من عذب برحمته، بمعنى من معاني الرحمة الذي هو داخل في معنى الرحمن ولا يدخل في معنى الرحيم. ولذلك الكفار مشمولون برحمة الله في معنى الرحمن، وغير مشمولين برحمة الله في معنى الرحيم. فالرحمن ديال الصفة اللي ربي تعالى كيعطي بها الرحمة الكون كله، للصالح وللطالح، للمؤمن وللكافر، بينما الرحيم كيعطي منها غير المؤمن. ولذلك الرحمن أشمل وأوسع وأعظم، فدل لذلك كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه من أعظم الأسماء الحسنى، بل هو في مقدمتها جميعا بعد اسم الله الله جل وعلا. ولذلك أن تسمى سورة في كتاب الله بهذا الاسم ليس بالأمر العادي، ليس بالأمر العادي. فمن أهم مقاصد ذلك، من أهم مقاصد ذلك أن هذه السورة تعرف بالله. كل القرآن يعرف بالله لا شك في هذا، لكن لكل سورة اختصاص. بعضها مثلا يعرف الإنسان باليوم الآخر، بعضها يعرف بالتشريع، بعضها يعرف بالغوابر من القصص أو بأي أمر من الأمور، لكن قد يكون بعضها معرفا بالله جل وعلا، وهذه السورة من ذلك. صحيح أننا سنجد فيها أمورا تفصيلية عن الجنة والنار، ولكن كل ذلك وسائل لتعريف العباد بربهم الرحمن، أي تعريفهم بهذه الرحمة العظيمة التي قادت من قادت إلى الجنة، وقادت من قادت والعياذ بالله إلى النار أيضا. وسيتبين لك، يعني حينما نقول وكما يقول العلماء من قبل أن الله جل وعلا يدخل من يشاء الجنة برحمته ويدخل من يشاء النار نعوذ بالله منها بعدله، ما عدله، عدله جزء من رحمته، عدل الله جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه البداية العظيمة العجيبة الرحمن سبحانه وتعالى علم القرآن. وكانت جملة كما يعبر النحاة اسمية، الرحمن علم القرآن، وتذكرنا بشيء بقوله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها.
أقول هذه الآية أعظم منها. تعليم الله جل وعلا القرآن أعظم بكثير من تعليم آدم الأسماء كلها، لأن نعمة القرآن لا تعلوها نعمة على الإطلاق مما علم الله من يوم أن خلق السماوات والأرض إلى آخر من يكون. فالذي يعجب من تعليم الله جل وعلا آدم الأسماء كلها فليعجب أكثر من ذلك وأكبر من تعليمه سبحانه وتعالى عباده القرآن. هذه النعمة، هذه الرحمة العظمى الكبرى. والله جل وعلا أنعم على عباده نعمة، وهذه النعم لا يمكن حصرها ولا عدها كما هو واضح ومعروف، لكن يمكن أن نقسمها على سبيل الترتيب والبيان إلى محطات ثلاث. المحطة الأولى من نعمه سبحانه وتعالى محطة الإيجاد، لم نكن فكوننا، أي أنه خلقنا كن فيكون، فهي النعمة الأولى ترتيبا من ناحية الزمنية وليس من ناحية القيمة، لا من ناحية الزمنية ترتيبا. نعمة الخلق، خلق الخلق سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، أول نعمة الذي خلق، نعمة الخلق. ثم بعد أن خلق الخلق سبحانه وتعالى لم يهمله بل رزقه وكلأه ورعاه، والرزق كما يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتعلق بالإطعام فقط كما يتصوره كثير من الناس. صحيح الإطعام من أهم عناصره، لكن يعني قد يتعلق بالإطعام وقد يتعلق بالشفاء، كل المصالح التي يعطيك ربك إياها من خيرات الدنيا ونعمها رزق. رزق يرزقك العلم مثلا، رزق أرزاق، فالرزق معنى شامل عام، يرزقك الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، يعني المكانة الاجتماعية، كل شيء مما يهبه لك الرحمن فهو رزق. فرزق سبحانه، محطة الرزق نعمة كبرى، خلق ثم رزق، وهذا كله من مقتضيات اسمه الرحمن، برحمته خلق وبرحمته رزق. وكان يمكن في منطق العقل المادي أن يخلق ويهمل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يعني ممكن الإنسان يصنع واحد حاجة ويرميها. وهكذا ظن فلاسفة اليونان قديما، يعني العقل كما يعبرون الجبار عند فلاسفة اليونان أرسطو عقل المنطق صاحب المنطق السوري، تأمل الكون فما فهم يعني بين قوسين نقول هذه الفوضى. شوف الكون يعني بالنسبة له هو العقل دياله القاصر المجرد عبارة عن فوضى، شيء كي يأكل شيء، يعني القوي يغتصب حقوق الضعيف ويفترسه في الغاب، يعني الوحوش الكاسرة تفترس الوحوش الضعيفة، والحيتان الضخمة تأكل الحيتان الصغيرة وعلى المجرى، ولا يرى قصاصا. ما عمرنا شاف يعني سبع عود وقالوا أنه يعني الغزال تقموا منه وحاكموه، أو الحوت الكبير وقالوا شو المشكل مني كلا الحوت الصغير. وكذلك الإنسان، المظالم في الأرض شتى، وكثير من الظلمة يموتون بغير انتقام دنيوي، عدد من الظلمة يعني الجبابرة والطغاة ممن مر في الأرض تجبروا وطغوا وعذبوا العبادة وأفسدوا في البلاد حتى ماتوا، يعني فنيت أعمارهم، وما انتقم منه واحد. يعني الذي لا يؤمن باليوم الآخر ما عندوش بأنه كاين الحساب والعقاب، ما يتفهملوش الكون نهائيا. وفعلا لولا أننا نؤمن باليوم الآخر لصار مشكلة فهم لغز الحياة الدنيا في عالمها البشري وفي عالمها الحيواني وسائر الكائنات الأخرى.
فقال أرسطو إن الله خلق الكون وأهمله، هما آمنوا بأن هذا الكون مخلوق ولكن ما عنده شمولة، هذا الشيء غادي بالفوضى، هكذا ظنوا، بئس الظن مع الأسف. لكن الله جل وعلا يرعى خلقه كما هو ثابت في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، خلق ورزق، فالرزق بما نكسب ونكد ونجتهد إنما هو مقادير مقدرة. وفي الحديث الحسن إن الله إن العبد إن الرزق ليتبع العبد كما يتبعه أجله، الرزق بحال الأجل مقدر، وأنت تكسبه على قدر نيتك بالخير وبالشر. يعني إذا مكتب لك تأخذ 100 رقم، يعني أنا مكتب لك 100 ما يزيد ما ينقص، لكن أنت ستقرر الطريقة التي بها تأخذ ذلك الرزق. فإن صدقت نيتك وصدق إخلاصك لله فسيأتيك رزقك بالوجه الحلال وتستقبله، وإن فكرت في الحرام فيأتيك بالوجه الحرام وتستقبله. والرزق هو الرزق، وإنما هو ابتلاء من الله جل وعلا. فالله تعالى سبحانه يرعى خلقه، يكلأه الرعاية، والله جل وعلا كفيل بعباده، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء سبحانه، وهو على كل شيء وكيل، له وكالة على الكون كل شيء، هذا عموم يستغرق جميع أفراده كما يعبر العلماء أصول الفقه، وهو على كل شيء وكيل، يعني في كل ما يتعلق بالإعاشة والإعالة والرعاية من بعد ما خلق. ولذلك الكون لا يمضي يعني هكذا بصورة عشوائية أو فوضى، كلا، بل هي موازين، موازين. سبحانه وتعالى وضع كل شيء بميزان في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك لا تنفك الدنيا عن الآخرة في ميزان الله، بل هي كون واحد، مقدمة لها نتائج، مقدمة لها نتائج. والذي يقرأ المقدمة بغير نتائجها لم يفهم ما الكون، وهذا مشكل الفلسفة المادية في صورة الأرسطية القديمة وفي صورتها المتمردة الآن، يعني مرورا بما يسمى بفلسفة الأنوار عندهم الآن في أوروبا إلى يعني الفلسفة الحديثة التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى والثانية على رأسها الفلسفة الوجودية، إلى الفلسفات التي تعيش الآن بما تطورت في أشكال أخرى من يعني تحولت صارت إلى يعني مجالات أخرى كاللسانيات. أنا بالنسبة لي اللسانيات هي فلسفة العصر، ما يسمى اللسانيات عندهم، والحداثة يعني هذا الذي يتحدث هي فلسفة العصر. فإذا هذه الأشكال عبرائية واحدة بصفة عامة، يعني الفلسفة أو خط الفلسفة الغربية هي فلسفة تنظر بعين واحدة وترى الكون بعين واحدة، بينما الإسلام يعطينا حقائق الوجود متكاملة، يربط عالم الشهادة بعالم الغيب الذي يمتد في علم الله جل وعلا سبحانه وتعالى إلى اليوم الآخر الذي هو ميزان الموازين. لهذا إذن كانت نعمة الرزق من أعظم النعم الداخلة في معنى رعاية الله جل وعلا خلقه سبحانه، أي خلق والمهمل، خلق والمهمل، وذلك من أكبر النعم، شيء عجيب حقيقة، والله لو يتدبره الإنسان لا يملك إلا أن يخر لله ساجدا، يعني عجيب سبحان الله، في الإنسان في الحيوان في كل شيء، في كل شيء، كل شيء له رزق مضمون ويجعل لهم يخدمه في لحظة ضعفه
الطفل الصغير الوليد بمجرد ما يولد من بطن أمه يهرع إلى السدي مهديا خلقة وفطرة، وهديناه النجدين وتقبل عليه أمه ويكون الحليب قد حضر فعلا، شيء عجيب. وتتأمل ذلك في الحيوان والبهائم والحشرات، حتى الحشرات الدقيقة، الفراش تجده يسرح مع النور وحول الشعاع، له رزقه ولا يعيش بلا شيء، يتغذى يأكل، والله جل وعلا يقدر له مقادير من الحشرات الدقيقة جدا التي يلتقطها ببصره الذي جعل الله له، ويعيش وقته الذي قدر له، ويموت بعد أن ينهي وظيفته، وظيفة لا وظيفة في الوجود، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، بما في ذلك الحشرات والبعوض وما هو أدق من ذلك، ويكلأه سبحانه وتعالى ويقدر أرزاقه لكل لحظة لحظة. فهو سبحانه إذا خلق ورزق ثم هدى، وهي المحطة الثالثة، ثم هدى. والهداية رغم تأخرها في الترتيب الزمني، لأنه خلق أولا سبحانه ثم رزق ثم هدى، جاءت الرسالات الهداية، إلا أنها متقدمة، أعني الهداية من حيث القيمة، فهي أول نعمة، لا أقول من حيث الزمان ولكن من حيث العظمة، أعظم من نعمة الخلق وأعظم من نعمة الرزق أن تكون مهديا، نعوذ بالله. ويا لبئس، ويا لبئس من خلق ثم رزق ولكن لم يهدى، مصيبة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا أو حتى عدما، أو حتى عدما، لا تبقى أمامه آنئذ نعمة الخلق نعمة ولا نعمة الرزق نعمة، بل يتحول كل ذلك إلى نقم، نعوذ بالله من النقم، بسبب أنه لم يستكمل النعم جميعا، لم يهدى. ولذلك أعظم نعمة في الوجود نعمة الهداية، أعظم نعمة في الوجود نعمة الهداية، وأعظم صنف، أن الهداية هدايات، هي في الجوهر شيء واحد نعم، ولكنها مراتب، مراتب. أعظم صنف وأعظم رتبة في الهداية القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن، القرآن الكريم، ما من كتاب من كتاب الله، من كتب الله جل وعلا المنزلة قبله، من توراة وأناجيل أو إنجيل أو زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، وما كلم به الله جل وعلا أنبياءه ورسله، وما أوحى به إليهم سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى آخر الأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ما من شيء من ذلك من الوحي السابق إلا والقرآن الكريم مهيمن عليه، محيط به، محيط به. وقد قلت مرارا في هذا المجلس وغيره، لو أن يهوديا أو نصرانيا صدق الله في الطلب، يعني صدق الله فعلا في طلب معين، أنه يريد أن يحصل على الإنجيل الحقيقي، أو يريد أن يحصل على التوراة الحقيقية أو الزبور الحقيقي بالقطع، يجده في هذا القرآن مضمن موجود. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قسم القرآن من أربعة الأقسام، السبع الطوال والمئون، يعني الصور اللي فيها مئة، يعني تزيد أو تنقص قليلا، 95 99 100 105 100، المئون السبع الطوال، المئون
المثاني. المثاني هذه قيل هي الصور المتوسطة التي يعني موجودة ما بين المئين، مثلا كسورة الرعد. ثم المفصل الذي يعني هو آخر المصحف من متوسط الصور إلى صغارها. اختلف في بدئه، قيل بصورة الحجرات، قيل بصورة قاف، ولا مشاحة في مثل هذا الخلاف. المفصل، قيل مفصل لأن الآيات مفصلة فيه تفصيلة، قيل لأنه فصلت في أمور العقيدة، اختلاف في معنى التسمية، لكن معروف أنه فيه الوعد والوعيد أقوى وأشد ما يكون من غيره. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقتضى هذا الحديث السبع الطوال تتضمن كل حقائق التوراة. أعطيت ما كان التوراة السبع الطوال، يعني أمور تشريع ثابتة مما كان عند اليهود في دينهم الصحيح الأول، ومما كان عند النصارى أيضا فيما ورثوه عن اليهود، لأن النصارى الشريعة ديالهم هي الشريعة ديال اليهود نفسها، وإنما زيد عليهم الإنجيل موعظة وذكرى. أما التشريع ديال النصارى الشريعة ديالهم ديال سيدنا عيسى هي الشريعة ديال سيدنا موسى، لم تنسخ من حيث الشرع إلا قليلا. فالتوراة إذن موجودة هنالك، حقائق ثابتة من صلاة وزكاة وصيام وحج، كل ذلك كان. وموسى حج في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كأني بموسى بهذا الوادي يلبي بالحج. موسى هو يعني قديم في التاريخ ما شاء الله، قبل المسيح طبعا بقرون. كأني بموسى بهذا الوادي، يعني وادي منى في منى، كأني بموسى بهذا الوادي وله بالحج سج وعج. العج يعني الصوت الشديد، كان موسى قوي عليه الصلاة والسلام، يعني لبيك اللهم لبيك يرمى فيها الصوت ديالو حتى الجبال يتهزوا، عج كعجيج الرياح. والسج يعني حينما هو فوران الدم اللي يذبح، يعني النوق او الابل يعني في النحر، في النحر يعني كان قوي في الذبح حتى يكون الدم كالبركان، له سج. وحج عدد كبير من انبياء بني اسرائيل، وقبلهم طبعا ابراهيم ابو الانبياء الذي يعني علمه الله تعالى مكان البيت وبنى. وفي الحديث الصحيح أن مسجد الخيف الذي يوجد بمينا صلى فيه سبعون نبيا، وطبعا كلهم من بني إسرائيل لأنهم كانوا من الأنبياء بزاف. فهذا مجرد يعني إشارة إلى أن التشريع الذي عندنا هو الذي كان عندهم. شوف السؤال كيفاش كان صلاة اليهود؟ بحال صلاتنا، يركعون ويسجدون ويسلمون، ولكن هذو ماشي يهود، هذو كي ميل يمين شمال أشياء وصور، هذه ليس بصلاة. يهود الحقيقيون كانوا يركعون ويسجدون، وإشارات من ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله، ويصومون كما نصوم إلى غير ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الشريعة في صلبها مسائل رئيسية كانش فرق، زيد ونقص نعم على سبيل التخفيف على الأمة بما كان من العذاب على من قبلنا. الإصر يعني كان مجموعة من التحريمات، يعني كتحريم الشعوب على بني إسرائيل، كانت عبارة عن تشريعات عقابية، تشريعات عقابية. أما التشريعات التي هي الأصل هي تشريعات تربوية، وهي تشريعات الرحمة، تشريعات تربوية، وهي التي بقيت ونسخت التشريعات العقابية، نعوذ بالله من عقاب الله. وما ابتدعه النصارى فقد ابتدعه النصارى بدعة كرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فما رأوا حق رعايتها. أما المئون فهي التي تقابل الإنجيل، وأعطيت ما كان الإنجيل المئين. المئون أي صور المئة، ولذلك أغلب المئين يعني عبر، كانت عبرا كلها عبر،
وحكم وتعريفات بالله وأدعية وتراتيل وأذكار، هكذا غالب المؤمنين في كتاب الله جل وعلا. وقصص من العبر كسورة الكهف كلها عبر، كلها حكم من بدايتها إلى نهايتها وما يشبهها. وقصص الأنبياء يونس إبراهيم يوسف، هذه منها كلها حكم، كلها عبر، كلها نعم تعرفك بالله، جمال عجيب. وكذلك كانت الإنجيل حقيقة. أما المثاني فهي التي تقابل الزبور، والزبور كان صغيرا، الزبور كان صغيرا، ولذلك المثاني صور صغيرة، يعني صغيرة موجودة داخل أو ما بين ثنايا المئين، ما بين ثنايا المئين. في صحيح السنة النبوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: سهل أو يسر القرآن على داود، سماه القرآن هو الزبور، يسر القرآن على داود فكان يقرأه بينما يأمر بإسراج دوابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن سيدنا داود ذاك الزبور كل اللي نزل عليه كيبدأ ويختمه كله بينما يأمر بإسراج دوابه، يعني غادي يقلى مثلا في رحلة أو في يعني مع غزوة أو شيء من القبيل، كيعطي الأمر للجيش باش يركبوا كيسرجوا، يعني غير ديك العملية ديال كل واحد كيمشي للعود ديالو ويوضع السرج عليه ويركب ويقول أنا واجد يا خير الله اركبي، يكون داود ختم القرآن ديالو. بمعنى شحال غيكون؟ يعني إذا طال لم يجاوز سورة البقرة، يعني حوالي 5 أحزاب أو ما يشبه ذلك، يعني حوالي ساعة المكانة ساعة ونص يكون ختم هو القرآن ديالو. بمعنى لم يكن طويلا، لم يكن كثيرا. ولذلك بعض الناس حينما يقرأ مثل هذا الحديث يتعجب كيف هو التوراة العهد القديم يسموه، أو موجود عندنا في المكتبات في العرام ديال المجلدات، هز ركنا بوحدو كله كذب، هل ليس بتوراة حقيقية؟ كلام الناس من الذين حرفوا وزادوا وبدلوا. أما الذي أنزل الله حقا فإنما هو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز قدر 7 طوال عندنا في كتاب الله جل وعلا القرآن. وكذلك الزبور وكذلك الإنجيل. قال عليه الصلاة والسلام: وفضلت بالمفصل، المفصل فيه من الحقائق ما لم يكن عندهم، وهو صور طريفة مفسرة وفيها من الحقائق والحكم ما يدخل قلب العبد ويهز كيانه ووجدانه بما لا قبل للبشرية به إلا ما استثناه. يعني بعض الأشياء كانت من قبل، كما في إشارة قوله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وهذه من المفصل. وإلا فغالب المفصل هو من الحقائق التي خص بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخص بأشياء أخرى من كتاب الله كالفاتحة التي ما أنزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. القرآن ما كيش بحالها، بوحدة يتيمة فريدة لها عظمة خاصة. فهذا القرآن الذي فيه تقرأ تاريخ الوحي، تاريخ الوحي مذ كان الوحي ينزل على رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى أن ختم بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الرحمة المهداة إلى العالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك مش غير هكذا، كان هذا القرآن ناسخا لما قبله وكتابا للبشرية جميعا. نعم هو كتاب للبشرية جميعا، لليهود الآن والنصارى الآن والمجوس كل البشرية، واجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بهذا القرآن وأن يتعلموا هذا القرآن وأن يسعوا إلى عبادة الله بهذا القرآن، لأنه كتابهم هم أيضا، فيه خبرهم السابق وخبرهم اللاحق
وواجب عليهم اتباعه، فيه تصحيح ما حرفوا من كتاب الله التوراة، وفيه تصحيح ما حرفوا من كتاب الله الإنجيل، وفيه تصحيح ما حرفوا من كتاب الله الزبور، وفيه فضل زائد لا قبل لهم به. ولذلك حكماء اليهود وحكماء النصارى عبر التاريخ القديم والمعاصر إذا قرأوا وصدقوا آمنوا به، لأنهم يجدون أنهم معنيين، أنهم معنيون به بالذات، يجدون أنهم معنيون به بالذات، مخاطبون هم أيضا به فيؤمنون كما آمنت الجن به لما سمعته. وما ملكت إلا أن تقول إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهذا العجب جائز في حق الآيات حينما يكون عجبا خضوع، يعني كاين العجب ديال السخرية أو العجب ديال الاستكثار، يعني كي تقول بزاف محال، فمثل هذا لا يجوز. ولذلك قالت الملائكة لزوج إبراهيم أتعجبين من أمر الله، يجيك في الله تعالى بشيء كثير سبحانه وتعالى، من أن يعني يخلق سبحانه وتعالى يعني ابنا يعني في رحم امرأة عجوز أو من رجل عجوز، أتعجبين من أمر الله؟ هذا لا يجوز مثل هذا. ولكن العجب بمعنى أنه الإنسان يعني يتعجب، بمعنى يتأمل ويتدبر وينبهر، العجب العجب بمعنى الانبهار، فهذا من العبادة. ومنه قوله تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، بل عجبت يا محمد عليه الصلاة والسلام ويسخرون، أنت عجبت من هذا الأمر وهم يسخرون منه وإذا ذكروا لا يذكرون. فلذلك إذن الذي يقرأ القرآن من غير المسلمين إذا كان صادقا فسيجد فيه دينه الذي يزعم بالباطل أنه يتبعه وهو لا يتبعه، يهودي كان أو نصرانيا ومن أي طائفة من طوائفهم كان، شرطه الصدق. إذا كان صادقا تجرد عن أوائه فعلا وطالع هذا الكتاب وتدبره، فلعل الله جل وعلا أن يريه حقائق الحق الذي يبحث عنه. كثير من العلماء المسلمين كانوا يهودا أو نصارى أو في أبعاد الأحوال آباؤهم كذلك، يعني سبحان الله العظيم من القرآن بعض علماء الأندلس وبعض علماء المغرب آباؤهم أو جدودهم أو هم ميت في عهد سابق يهود نصارى، سبحان الله العظيم. فإذا به صار محمدا أو أحمدا، يعني عجيب جدا. ميار الفاسي الله يرحمه الذي نقرأ كتبه شرح المرشد المعين والشرح الكبير والشرح الصغير، يعني من سلالة يهودية معروف سبحان الله. فجل الله جل وعلا يعني جعل نسلهم من علماء المسلمين الذين تتلمذ عليهم الأجيال عبر التاريخ. وتقرأ علماء الأندلس صبريون صبريون، يعني أشياء أسماء يعني بقات بعض أسماءهم بقات إلى الآن كما هي أسماء الآباء ديالهم، بن فيرة معروف يعني باللاتينية شنو هو، ابن حديد فير أو فيرة ربما صبريونية، ابن فيرة ابن بشكوال باسكال، يعني بزاف كثير، ابن ليون يعني ليون ليون معروف فرنسية أو صبرية، علماء هم العلماء ديالنا الذين نأخذ عنهم ونتربى عليهم ونقرأ كتبهم. حينما تشربوا هذا الدين وجدوا بأن ما يدعى أنه إنجيل أو توراة أو زبور عبارة عن أباطيل، وأن الإنجيل الحق في القرآن، أتحدث عن الأناجيل، أن نقارن بين حقائق الإنجيل وحقائق القرآن الكريم فيما يتحدث عنه الإنجيل، الخروج على المولى فيما يتحدث عنه الإنجيل الذي عنده، مقارنة علمية بين الحقائق، يجيب لنا الموضوعات الرئيسية التي تتحدث عنها أناجيلهم ونأخذها من القرآن ونبحث عن شيء الانسجام. فالموضوعات التي هي موضوعات التوراة والإنجيل حينما يتحدث عن القرآن يتحدث بانسجام، انسجام دقيق،
ولا تجد أدنى أثر للتناقض بين ما قصه القرآن عن القضية الواحدة في سورة مع ما قصه عنها نفسها في سورة أخرى. شوف قصة سيدنا آدم كررت في القرآن في غير ما سياق، من البقرة إلى المفصل. قصة فرعون كررت في القرآن الكريم في شتى السور وقصص أخرى، لا تجد ولا أدنى اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا إذن القرآن دقيق في حكاية الأخبار، ويتحدى. كيف يتحدى؟ بحكاية أمور عجيبة لا تخطر على البال، حكاية النفسيات. أعطيك نفسية المنافق كيف كانت في تلك اللحظة ويكشفها، نفسية اليهود حينما تعاملوا مع موسى، مسائل التي يعني من الخواطر، لأن الله هو الذي يتكلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. فيتحدث عن نفسيات بدقة ويرسم لك الشخصيات من الناحية النفسانية بصورة لا قبل للناس بها، ثم يحكي التفاصيل الدقيقة بتوثيق علمي منسجم لا تستطيعه الكتب الأخرى. والذين قاموا بمقارنة الكتب وصلوا إلى النتائج هذه منذ زمان. وما كتاب فرنسي المشهور الطبيب موريس بوكاي عن نبي بعيد الذي قارن بين حقائق القرآن والتوراة والإنجيل على مقياس العلم المادي الحديث، فوجد أن القرآن قاض عليها جميعا. ولهذا القرآن هو نعمة النعم وجامع الوحي، هو كما عبر عنه الله عز وجل الكتاب. هذه العبارة هي ثقيلة جدا كما وردت في غير سياق، بدءا بسورة البقرة ألف لام ميم. ذلك غادي ندير واحد الوقفة، الكتاب يعني الكتاب الجامع الكامل الأكمل الأشمل الذي لا كتاب بعده والذي لا كتاب يدانيه قبله، الكتاب الجامع لكل الكتب. ذلك الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب يعني الشامل الجامع القاضي على كل شيء لا ريب فيه، هدى وهدى النعمة وهدى للمتقين. فأنت أيها العبد حينما تطلب الهداية في الصلاة وفي غير الصلاة، كلما قرأت الفاتحة خاتما آيها أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله جل وعلا يجيبك بعدها مباشرة هذا الدعاء جوابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اتق الله يهديك الله جل وعلا، يهديك الله جل وعلا. فلذلك حينما نتأمل هذه الرحمة العظيمة التي نزلت على البشرية، ونقول البشرية علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ندرك آنئذ ما عظمة وما حكمة تسمية هذه السورة عن السماوات والأرض والجبال، والجبل جزء من هذا كله. هذا القرآن ثقيل 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 بما هو كلام رب العالمين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وإنما هو تلك الرحمة الشاملة الكبيرة المحيطة بالكون كله، الرحمن علم القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.